شو فيك تعمل إذا أنت جيت على نسود؟ إذا قررت تزور اللنسود، أول شغلة بتعملها بتضلك رايح على وسط المدينة وبتسأل وين الرات هاوس أو مبنى البلدية. بتفوت على المبنى، جوا في المعلومات السياحية راح تساعدك بكل شيء بدك إياه لتتعرف على المدينة، الأماكن السياحية، المسارح، المتاحف، كل شيء أنت بحاجته، ويمكن يكون في بروشور باللغة اللي أنت بتحكيها. إذا أنت جاي لتتسوق بقلب المدينة، في كتير محلات تجارية، وفي مول مش بعيد كتير عن وسط المدينة، مطاعم بعتقد في من كل الثقافات. إذا كنت حابب تحضر عرس اللنسود، فلازم تحجز أوتيل قبل بوقت، لأنه بيكون في ضغط كبير على كل الأوتيلات على 150 كيلومتر حول اللنسود. العرس مجاني بالكامل، ولكن في عروض مبارزات، هذه لازم تقطع تذكرة لتفوت تحضرها. إذا أنت بتحب الرياضة، فهناك مئات الكيلومترات بالطبيعة الخلابة لتمارس رياضتك المفضلة، مشي، تنزه، ركض، أو حتى ركوب الدراجات. في بحيرات، مسابح، مراكز تسلق وميني جولف. أكيد فيك تستمتع بالمهرجان السنوي، مهرجان الدولت اللي خبرنا عنه دكتور أيغنا. شخصيات مشهورة سكنت بهاي المدينة. منبلش بالدوق البافاري لودفيك ديركلهايم اللي أسس المدينة، أوتو الثاني دوق بافاريا حاكم دوقية النمسا وآخر حاكم إمبراطوري، وهو اللي جلب علم الأبيض والأزرق لبافاريا. بالمناسبة العلم الأبيض والأزرق هو علم بافاريا وشعاره. هانس فون بورغنهاوزن مهندس ألماني، وهو لعب دور كبير ببناء كنيسة القديس مارتن. هانس شتيت هايما مهندس ألماني ورسام نحات. هنري السادس عشر غني بافاريا. لويس التاسع كان دوق بافاريا، وكان الثاني بين الدوقات الأثرياء الثلاثة الذين حكموا بافاريا لنسود في القرن الخامس عشر، وهو اللي أسس جامعة إنجلشتات عام 1472، والتي أصبحت فيما بعد جامعة لودفيك ماكسيميليان في ميونخ.
جورج الغني كان ثالث وآخر دقات الأغنياء الثلاثة الذي حكموا بافاريا، اشتهر بحفل زفاف اللانشوت. هانس لاينبرغا من أهم الناحتين في عصره. فرانس دي باولا شرانك عالم نبات وعالم حشرات ورجل دين كاثوليك ألماني. يوهانس جيور بسمايا عالم قانوني ألماني ومؤرخ وموظف حكومي. طبعا هذول بعطيكم إياهم من أول ما تأسست المدينة لتاريخ اليوم. طبعا ما اخترنا كل الأسماء لأنه في أسماء كثير اسم الله. ليونارد شميت كان مهندس ألماني معماري ومسؤول بناء بافاري، مفتش البناء المدني، كان ينتمي إلى الربعين الثاني والثالث في القرن التاسع عشر، واحد من أكثر المهندسين المعماريين ازدحاما في مملكة بافاريا. ماكس فون أوبنهايم كان مستشرق وعالم أثار ألماني متخصص الشرق الأدنى، اكتشف في سوريا مستوطنة تل حلف أو تل حلف وأجرى حفريات هناك حتى عام 1929. أحضر العديد من اكتشافاته إلى برلين وعرضه هناك في متحف خاص. تم تدمير المبنى خلال غارات الحلفاء الجوية على برلين، ومع ذلك تم استعادة معظم هذه الاكتشافات بعد إعادة التوحيد وعرضها في المعارض في برلين وبون. في هاي المدينة في معمل سيارات كبير بايرش موتور فيركشتات أي BMW، معمل شوكولا براند، شركة إيون وهي شركة تنشط بشكل رئيسي في شبكات الطاقة وخدمات الطاقة والطاقات المتجددة وتشغيل وتفكيك محطات الطاقة النووية في ألمانيا. في شركة OMV الدولية للغاز والنفط. فيها معمل بيرة من عام 1493. الألمان هن من أكثر الشعوب اللي بتشرب بيرة ومن أفضل الشعوب بتصنيع البيرة. هون عم نشوف محافظ المدينة عم بيفتتح المهرجان بتقليد سنوي، هو انه بيفتح برميل البيرة بهاي الطريقة اللي عم بتشوفوها. الموسيقى البافارية أو موسيقى جبال الألب، هاي الموسيقى يلي موجودة بجنوب الألماني بالنمسا وبسويسرا، هاي موسيقى هايدي إذا حضرها أو بعدك متذكرها.